انا رحيل النفر رسميا على النادي الاهلي، محتاج اقعد كده افكر مع نفسي مين اللي نفر في عالم التدريب علشان خاطر الاهلي لما يعمل تعاقد معاه يديله بند في العقد بتاعه. ان الراجل ممكن يفسخ العقد حتى ال 10 ايام على بعض الشهر. الموضوع كان صعب جدا انك تعمل عقد زي ده، بس طبعا ما ينفعش انك تتكلم على الموضوع الامور التعاقديه جوه النادي الاهلي والحاجات دي، وما ينفعش انك تقعد تتكلم على ليه اساسا تم اختيار فايلر مع كل الانسبات اللي كانت معروضه، وكانوا بيقولوا لنا سباليتي، وكانوا بيقولوا لنا بنفوض روجر سميث وكلام كتير قوي، وفي الاخر جابوا لنا مدرب سويسري وعطوا له 2 مليون دولار، والناس كانت بتقول يا جماعه كتير قوي، ليه تدي المدرب مغمور زي ده 2 مليون دولار؟ ده حرفيا الراجل لما المدربين بتوعه اللي هو الجهاز المساعد بتاعه كان لممهم، الناس برده ما كانوش شغالين معاه قبل كده، حتى ميشيل كونان اللي هيستمر في مدرب حراس النادي الاهلي مع المدير الفني الجديد ما كانش شغال مع رينيه فايلر قبل كده، ودي اول تجربه يشتغل فيها مع فايلر. يعني الراجل مش مدرب واو ولا مدرب عنده التيم بتاعه ولا الكلام ده، فليه كنت تديله المبلغ ده؟ بس عادي ما عندناش اي مانع، حتى لما الدوري بدا وحاولوا ان هم يجملوا في رينيه فايلر قالوا عليه ان هو مدرب عالمي، المدرب طراز عالي، مدرب كلاس ايه، ومدرب ممتاز. قلنا يا جماعه الراجل مدرب كويس جدا، بس ما ينفعش انكم تقعدوا تقولوا كده من اول 5 6 جولات والراجل بيكسب، عشان خاطر الكلام ده اتقال برضه ايام مارتن لازارتي، واول ما الاصابات ضربت الفريق واول ما في لعيبه كانت مهمه غابت اكتشفنا ان الراجل عباره عن بطيخه. طب نستنى لما فايلر الدنيا تدور بيه يوصل للمرحله دي نشوف هيتعامل معاه ازاي. لا، تم التنجيم، الراجل بيعمل، الراجل بيسوي، الراجل تاريخ، الراجل حابب يشتغل في نادي، الراجل بيحب النادي، الراجل بيحب الكيان، الراجل بيعمل، الراجل بيسوي، وفي الاخر الراجل بيفسح التعاقد من طرف واحد. طب يا جماعه ما نهدى بقى وما نقعدش نلعب المدربين السما. لا ما ينفعش، احنا مصريين بنحب قوي ان احنا نزيد، تحسها في دمنا والله. طب دلوقتي بعد رحيل الراجل هنقعد بقى نتكلم على ان احنا عايزين نجيب كابتن يوسف ولا نجيب كابتن عماد النحاس؟ المشكله بين الاثنين ان رئيس مجلس الاداره عايز كابتن عماد النحاس ونائب الرئيس عايز كابتن محمد يوسف، وهي دي المعضله الابديه في النادي الاهلي، ان انت كابتن خطيب يبقى عايز حاجه والعامل فاروق يبقى عايز حاجه وهما الاثنين يتخانقوا ونشوف مين اللي هيكسب فيهم، وفي الاخر اللي بيكسب برضه بيلبسنا في الحيط. يعني لما تقدر تقول ان احنا هنجيب كابتن محمد يوسف عشان خاطر هو المدرب الاخير للنادي الاهلي اللي خد معانا دوري ابطال افريقيا، الكلام ده كان في 2013، احنا في 2020، من 7 سنين، تقدر تقول لي كابتن يوسف عمل ايه من بعدها في عالم التدريب؟ ولا اي حاجه. تقول لي ان هو عارف اللعيبه؟ طب ما انت دلوقتي لو بعت السي في سي دي الخمس ست ماتشات اللي الاهلي لعبهم الاخيرين او حتى ال 10 12 ماتش اللي الاهلي لعبهم من بعد التوقف، هتلاقي ان في مدربين بيتفرجوا عليها عادي عشان خاطر ده شغلهم، وهيعرفوا اللعيبه برضه، وهيعرفوا كل ميزات اللعيبه وكل نقط ضعف اللعيبه، وهيدوا المحل الاداء بتاعهم برضه. بس لا، احنا لسه مستمرين بحكي المدرب المصري، والمدرب المصري هو الاسلحه حاليا. عندنا ازمه ماليه تمام، قول ان في ازمه ماليه تمنعنا ان احنا نتعاقد مع مدير فني اجنبي، انما تروح تجيب لي كابتن محمد يوسف ويكسبه ماتشين ثلاثه ويعمل نتيجه في ماتش الوداد وتقول لي ان هو هيستمر مع النادي، ما باكلش من الكلام ده لان كلت منه قبل كده كتير، كلت منه مع كابتن فتحي مبروك، كلت منه مع كابتن عبد العزيز عبد الشافي، وفي الاخر كلهم فشلوا. فهتروح تجيب بقى مدرب من دلوقتي وهتجيب بقى وكلاء وتقعدوا من دلوقتي تختاروا في مدرب، ولا هنبدا احنا في السلسله اللي انتوا بتحبوها دي ونقعد شهرين ثلاثه بنرمي اسماء؟ عايزين تعملوا ايه؟ فهمونا. هتقول لي انت بتدعمش النادي ليه؟ يالا انت ما بتقفوش مع النادي ليه؟ حضرتك الكلام بتاع الدعم ده ما بيطلعش غير لو هم عايزينك تطبل بس وتقول لك ادعم القارات، ادعم مش عارف، ادعم البتنجان، ادعم شريف اكرامي، دعمنا كتير. في الاخر عملنا ايه؟ ولا اي حاجه اتغيرت، المنظومه بتزيد اكتر، ودلوقتي بقى الدعم عباره عن انت ما بتتكلمش على اي حاجه. سيب اللي بيعك عك، سيب اللي بيهبل يهبل، سيب اللي بيروح يتعاقد مع مدربين محدش عارفهم ويدي لهم امتيازات محدش عارفها، يعمل اللي هو عايزه. بس في الاخر لما المدرب اللي انت جبته وعملت له قيمه واعطيت له قامه في النادي الاهلي يعمل معاك حاجه زي كده علشان خاطر انت ما كانش عندك ثقه فيه وانت كنت مرعوب ان هو يمشي ويروح بيراميدز، يا راجل ده هم ما اعلنوش على ان هو مشي غير لما قعدوا معاه وقالوا له انت فاض مع بيراميدز. الراجل قال لهم انا عندي مشاكل اسريه، انا عايز اشوف اسرتي، اهم شرط بالنسبه له كان ان انا اخد 4 5 ايام اروح اشوف فيهم اسرتي، ده كان شرط رينيه فايلر الاول. وبالمناسبه عملها مع الشباب السعودي 2018، 2018 كان بيتفاوض مع الشباب، بعد كده رجع خد راي الاسره بتاعته، قال لهم ما ينفعش ان احنا نعيش في السعوديه ومش عايزين نعيش في السعوديه، فقال الشباب السعودي المسؤولين بتاعه شكرا جزيلا، حتى لما الناس كانوا اعلنوا التعاقد معاه رسميا قال لهم شكرا جزيلا العائله بتاعتي مش موافقه. هو رينيه فايلر كده راجل بالنسبه له العائله والاسره رقم واحد، دي حاجه بنحترمها وما كانش فيها اي مشكله. وعطيت الراجل 4 5 ايام كل شهر ان هو يروح يشوف العيله، ما كانتش الفرقه هتقع، لان لا مؤاخذه يعني المدربين المساعدين دول هم اللي بيعملوا الشغل جوه الملعب وهم اللي بيرسموا الشغل للراجل بيعمله في الحصه التدريبيه، فالراجل ما كانش هيسيبك قدام مباراه مهمه وروح اجازه. بس ليه بقى؟ في قله ثقه، انت خايف من ان هو يمشي، ما ينفعش انك تروح تقول لمدرب اجنبي اكتب لي تعهد ان انت هتكمل معايا. كلمه الراجل بيكون عقد، علشان كده الراجل لما زهق معاهم النهارده وجاب اخر اللهم اتفاوضوا مع الوكيل بتاعك، واول ما اتفاوضوا مع الوكيل بتاعك كانت باينه قوي ان هو الراجل خلاص شكرا جزيلا ومشي. مرحلة ما بعد فايلر اتمنى ان احنا بسرعة كبيرة جدا نحاول نتكلم مع المدربين، ونحاول كمان نشوف هوجو بروس الراجل قاعد في البيت بقى له فترة من ساعة الكاميرون ونجيبه. مدرب اسف، ما هو كل المدربين اللي قاعدين في البيت دلوقتي هم اللي برضه يشتغلوا دلوقتي مع الانديه اللي فيها
موسم لسه ما كملتوش زي النادي الاهلي، فمحتاجين نتكلم على مدربين اجانب. انا اقعد بقى نتكلم على مدربين مصريين يبقى قابلني، لا فيها البلايلي ولا فيها بدر البنون ولا فيها اي حاجه، دول يحمدوا ربنا وسوق ده مش وطلع ان هم اشتغلوا في النادي.